يا مرحبا فيكم، يسعد اوقاتكم يا رب. يمكن تسمعوا ضجه كتير هون هلا بهذا السوق، بس بكل الاحوال قاعد عم نشرب قهوه رح نحكي عن فيديو ما محضر له، ولكن جهزتهم هيك بالسك، وقلت لحتى احكي لكم عن بعض العطورات الخريفيه اللي اغلبكم هلا عم يسالني عنها، واللي المفروض تتميز بتقل او بغنى قاعدتها وحتى قاعده الوقت ونوته الوسط، لحتى يكون العطر اداؤه كويس بفصل الخريف وفيكم حتى تستعملوه بالشتاء. هلا ما راح نطول كثير بشرح العطور، وبدون ترتيب لا يقع من رصاصي، كنا عملنا له ريفيو قبل. اذا بتشوفوا هيك هذا لا يقاوم، هذا لا يقاوم من الرصاصي، عطر جلدي سبايسي من العطور اللي بعتقد هو توباكو بليز، من العطور اللي كتير كتير حلوة ومميزة بثباتها وأدائها، شبيه ونفس صبغيات التوم فورد ليذر. بدون ترتيب الكريستيان ديور سافاج اكستريم، كريستيان ديور سافاج اكستريم، كمان سافاج من كريستيان ديور اكستريم، كريستيان ديور سافاج اكستريم. هذا العطر يعني اكثر شيء اللي ظاهر فيه النوتة السبايسية البهاراتية يعني، وللأسف انه هلا ما بدي كمان عشاق الديور سافاج يزعلوا مني. هلا يلي شهر لديور سافاج هو هذا واخوه اللي قبله، انا بالنسبه لي يعني بلاقيهم اقرب لقلبي اكثر من لديور سافاج الحالي. وكمان عندنا البربري برايت اكستريم، بربري برايت اكستريم برفيوم اكستريم، من العطور الخريفية الرائعة اللي ممكن تستعملوها حتى بالشتاء. عطر ثباته كتير كتير قوي، بيبقى معكم لا يقل عن 6 أو 7 ساعات. طبعا هاي العطور كلها اللي عم بحكي عنها بتمنى تجربوها على جلدكم وتشوفوا اذا مناسب لكم وبتحبوها، ما تاخذوا يعني على الشراء العمياني، هي مجرد اقتراحات لا تجربة نحن حاولنا فيها وكانت يعني ملاقية استحساننا، بس بالنسبة لكم ممكن ناس كتير مثلا اللي بحبه انا ما اللي بعده منها. عندي جان بول غوتيه ليمال اسنس برفيوم، كمان هذا من العطور الجميلة، هذا بستعمله يعني بكل الاوقات بلاقيه حلو. شوفوا حتى القنينة ما باقيين فيها كتير، بس من العطور الرائعة جدا يعني فيكن تستعملوه بأي وقت، كمان من العطور الرائعة واللي ثباتها حلو ومستمر. هلأ هذا وحش الثبات، البرادا بور أوم أو أمبر بور أوم برادا، عطر اورينتالي كمان سبايسي، من العطور اللي بيبقى كتير، كمان هذا من العطور الرائعة جدا اللي هو البرادا بلاك، كمان كمان هذا عطر من العطور اللي بتتغير مو من عطور الخط الواحد البرادا. رح حاول كمان صور لكم اياهم ان شاء الله يا رب يطلعوا بالمونتاج يعني معقولين. البرادا بلاك من العطور اللي انت بتشمها اول ما تستعملها وبعدين بتبلش تتغير، من العطور الرائعة جدا، وما عم نذكر نحن الاسعار لحتى انتم تدوروا عليها عنكم بالبلد. نارسيس رودريغيز فور هم،
من العطور كمان الجميلة يلي أنا بحبها، شايفين هاي شكل الأنينة، رح صورلكن ياهن إن شاء الله. هذا كمان من العطور الرائعة، كمان السبايسي فيه والعنبر واضح فيه مع النوتة الجلدية. زلاتان إبراهيموفيتش. هون كمان نسيت زلاتان إبراهيموفيتش، من العطور الرائعة جدا السباسية اللي ممكن تستعملوها بالخريف والشتاء، من العطور اللي سباتها كتير كتير رائع. وقلت لكم من أول إنه هذا عطر ما أخذ كتير يعني صيت، ولكن هو من العطور اللي أداؤه كتير جبار. وأخيرا بعتقد اللي هو كلكم يلي إله جمهوره وإله ناسه، اللي هو The One من دوتشي كابانا. هذا عطر رائع متغير، و يعني يلي بشوفه انه هو هذا الناس او النساء كتير كتير بحبوه، يلي يعني اكتر عطر بيجتمعوا عليه النساء بمحبة العطر على الرجال هو هذا العطر، من خلال يعني تجربتي. و يعني كتير بلاقي استحسان من النساء هذا العطر يلي بيجتمعوا عليه، يعني قليل لحتى تلاقي كل الأذواق بتشبه بعض. هيك كان الفيديو لليوم، رح حاول ان شاء الله احط لكم هذا. وكمان ما تنسوا يلي عايش بالمناطق يلي ما فيها شمس ياخذ هذا الفيتامين يلي هو الاوميجا 3، هلا بفصل الخريف والشتا كثير بنحتاجه. محبتي لكم كثير كبيره، بتمنى يكون هذا الفيديو مفيد وجميل لكم. بالقادم من الأيام رح أساوي لكم كمان فيديو عن العطور الاقتصادية لفصل الخريف والشتاء، مثل لطافة من أرض الزعفران وهيك من الشركات إن شاء الله، يلي أسعارها ما تتعدى يعني $15 قريبا إن شاء الله. ورح أعملكم إذا الله رأيت كمان فيديو عن العطور الجلدية. هيك كنا معكم لليوم، حبتي لقلكم كتير كبيرة، وكونوا بخير وأيامكم كل عطر بأمان الله.